يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندي شروة نظارات. طبعا كلش رخيصة. شروة نظارات الكارتون $150 يحتوي على 600 قطعة من النظارات المختلطة، جودة متوسطة لكن بضاعة كشكل كلش جميلة. القطعة ب$0.25 فقط، رجالي نسائي مختلط. هذا هسه قبالي كارتون، راح افتح بعض الموديلات واشوفكم اياها. طبعا كل قطعة تجي مغلفة نظارات شمسية نسائي رجالي. الكارتون $150 ب600 قطعة مختلطة، وكل مجموعة تجي بهالطريقة هذه، وكل كارتون يجي ب 600 قطعة مختلطة رجالي نسائي. الموديلات كلش حلوة، الجودة متوسطة مو جودة عالية، جودة متوسطة. القطعة ب$0.25 فقط، يعني 4 قطع ب$1 رجالي نسائي، رخيصة جدا. شوف روعة. $0.25 القطعة، فقط ب$0.25 النظارة، ب$0.25 يعني 4 قطع ب$1. شلون حلوة رجالي نسائي. بعدكم موديلات، كلش هواي موديلات. الكارتون ب600 قطعة مختلطة، يعني اذا بعت القطعة ب$1 فقط انت راح تبيع الكارتون ب$600، مع العلم الكارتون عليك ب$150. شلون حلوة موديلات مختلطة. وعليكم السلام ورحمة الله. ضرغام حبيبي، ما عندي نقل فقط، أنا أشتغل فقط بضاعتي. أذا من بضاعتي نعم، نقل الحاوية تقريبا $5,000 إلى $6,000 سيراميك الألعاب. أذا حاوية موديل واحد نوع واحد، أذا حاوية مختلطة تختلف الأسعار مالك على بضاعتي، أذا غير بضاعة لا ما أعرف. أنا أشتغل فقط بضاعتي حصرا، بس أكو شركات خاصة بالشحن. أنا مو شركة شحن، أكو شركات خاصة بالشحن. القطعة ب$0.25 فقط، موديلات حلوة رخيصة جميلة جدا، تشكيلة كلش حلوة رجالي نسائي. أقل كمية تأخذ 1 كارتون، عندي فقط يمكن 20 كارتون، أعتقد ما متأكد صراحة، يمكن عندي 20 كارتون فقط، لأن البضاعة بالطابق الثاني. $0.25 مجموعة موديلات كلش كبيرة، يعني تطلع لك الكارتون بيه كلش هواي موديلات رجالي نسائي مختلط. القطعة ب$0.25، 4 قطع ب$1، كارتون ب600 قطعة ب$150 فقط، نسائي رجالي مختلط. الله يبارك بيك حبيبي للجميع ان شاء الله. شوف هسه كل قطعة تجي مغلفة، وكل مجموعة تجي بعلبة بهالطريقة هذه. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يسلمك. رخيصة بلاش، $0.25 نظارة، $0.25 طبعا جودة متوسطة مو جودة عالية. اللي يريد جودة عالية عندي جودة عالية، لكن هذا رخيصة وحلوة. طبعا هذا جزء من الموديلات، بعدك موديلات كثيرة. اهلا حيدر اختي، الله يبارك فيك، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي يعني كلش انت افتح بواحد علبة، راح افتح بعد علبة، افتح هاي العلبة. موديلات مختلفة رجالي نسائي بناتي، كلش هواي موديلات، $0.25 فقط. مثل هذا الموديل هسه نسائي، هذا هسه نسائي، شوفونه القطعة ب$0.25. واللي ياخذ الكمية كلها نعطيه 1 كارتون مجانا. اللي ياخذ الكمية كلها، تقريبا عندي 20 كارتون، يعني اللي ياخذ الكمية كلها 20 كارتون انطيه هذا الكارتون المفتوح مجانا. القطعة ب$0.25 نظارة شمسية ب$0.25 فقط، يعني 4 قطع ب$1. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. شوف الجودة مال البضاعة متوسطة، لكن السعر مالته بلاش، والموديلات كلش حلوة نسائي رجالي مختلط. للأسف حبيبي ما في عندنا شحن على تركيا، اعتذر من عندكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يسلمك ويبارك فيك. نعم عندنا شحن للأردن، عندنا شحن للأردن نسائي رجالي مختلط. ممكن تتواصل مع مكتبنا بالأردن حتى يكمل لك تفاصيل الشحن. ايش قد الشحن للعراق؟
شحن للعراق. هسه احسب لك اياه. تريد كارتون كاظم حبيبي؟ كارتون تريد من هاي النظارات؟ الكود مالتها YA406. هسه اشوف لك الشحن مالتها للعراق ايش قد يكلف. YA406 0.14. شحن الكارتون $16.80. شحن الكارتون للعراق $16.80. نسائي رجالي مختلط. عندي فقط 20 كارتون وعندي هنا كارتونتين مفتوحة. اللي ياخذ ال 20 كارتون انطيه مو وحدة، انطيه هاي الكارتونتين المفتوحة هنا اثنيناتهم. اللي ياخذ ال 20 كارتون كلهم. أقل كمية واحد كارتون. شوف 25 سنت. نظارة ب 25 سنت. حبيبي الله يسلمك يبارك بيك. أقل كمية واحد كارتون. الكارتون يحتوي على 600 قطعة مختلطة. عندي تقريبا 20 كارتون وهاي كارتونتين مفتوحة. اللي ياخذ الكمية كلها 20 كارتون انطيه هاي 2 كارتون هدية، يعني انطيه 1200 قطعة هدية. بالنسبة للشحن إلى ألمانيا، شحن إلى ألمانيا احنا نتكفل المصاريف بالنسبة للأمور القانونية احنا نكملها. تواصل مع الموظفين ينطوك سعر بالنسبة للشحن إلى ألمانيا، ينطوك سعر واصل ألمانيا صافي، شامل جمارك شامل كل شيء. بالنسبة لشوفنا الأحذية، أحمد حبيبي هسه خلص النظارات وشوفكم الأحذية. آخر 20 كارتون وهاي كارتونتين مفتوحة. اللي ياخذ الكمية كلها أنطيه هاي الكارتونتين مجانا. شنط مسائية موجودة بس مو بهذا المستودع ماتي، بغير مستودع، لكن الموظفين بنزل لكم إياها. من يريد نظارات؟ عفوا النظارات، عفوا الشنط، عفوا الحقائب، نظارات 25 سنت. نظارة ب 25 سنت، أربع قطع ب $1 فقط. وين اكو؟ أرخص نظارة بالعالم هاي، أرخص نظارة بالعالم، ما حد يبيع نظارة ب 25 سنت. أكيد في شحن إلى اليمن، عندنا مكتب باليمن. مكتبنا موجود باليمن. شوف المديرات شلون حلوة. 25 سنت. اللي ياخذ كل الكمية أنطيه، ما أعرف إذا كان عندنا شحن إلى أستراليا أو لا. ما اعرف، ممكن تتاكد مع الموظفين. استراليا لا اعرف صراحه. تجي مغلفه بهالطريقه هذه. رجالي نسائي جوده متوسطه لكن بضاعه كلش حلوه ورخيصه. شوف 25 سنت اربع نظارات ب $1. مكتب بالجزائر؟ لا للاسف ما في عندنا مكتب للجزائر، اعتذر من عزكم. الكارتون ب 600 قطعه، ممكن تاخذ واحد كارتون. كارتون بي 600 قطعة فقط. شوف رجالي نسائي مختلط. هاي تعتبر للأطفال طبعا. هاي نسائي، هذا هسه نسائي. كشكل كلش حلوة، كجودة لا، جودة متوسطة. شوف البضاعة شلون حلوة. أربع نظارات بواحد دولار، يعني النظارة ب 25 سنت. إذا تاخذ هذه النظارة كارتون بي 600 قطعة على الاقل، على الاقل يعني ماكو دوله ما تنباع بها النظاره بواحد دولار، ممكن انت تبيعها حتى بدولارين، صحيح؟ احنا عندنا بالعراق ارخص نظاره تقريبا ب 3000 دينار عراقي تقريبا، يعني بدولارين، يعني هذا الكرتون راح تشتري ب $150، بيش راح تبيعه؟ راح تبيعه ب $1200، صحيح؟ بعد وراك ايجار، وراك تاجر لك محل، تصرف، تعيش العائله كلها من هذا الكرتون. الكهربائيات اللي عندي شنو؟ ما فهمتك. كهربائيات شنو تقصد؟ اجهزه منزليه. البارحه نزلت عندنا اجهزه منزليه ماركت جي دبليو دي. النظاره ب 25 سنت، اقل كميه تاخذ واحد كارتون. كارتون واصل للسليمانيه، واصل للسليمانيه. عندنا الكارتون، الكارتون بدون شحن ب $150، شحن الى جميع محافظات العراق $16.80. $166.80، 80 سنت واقعه. $166 واصل جميع محافظات العراق، يعني $166 تقسيم 600 قطعه. النظاره توصل لك ب 27 سنت ونص تقريبا.
واصل جميع محافظات العراق بسعر واحد. هذه مجموعة موديلات بعد أكل كثير موديلات. الموظفين ما يحتاج رقم، الموظفين موجودين بالفيسبوك، أنا مو مسوي بث هسه، دزوا رسالة الموظفين يجاوبوكم، بس عليهم زخم فيتأخرون بالجواب. يعني لا تستوعب، لا تستغرب يوم يومين ثلاث أيام ما حد يجاوب عليك، عادي شوية زخم عليهم. شوف النظارات شلون حلوة، تكشخ بيها تكشخ، هسه كشخة لو مو كشخة، أنا كشخة لو مو كشخة، أنت قول لي. شحن إلى اليمن، شحن إلى اليمن، هسه شوف لك أسعار الشحن لليمن، أسعار الشحن إلى اليمن، هسه أحسب لكم الشحن إلى اليمن بيش تطلع. اليمن عدن أو صنعاء، ما أعرف المكان لوين صايرة أستاذ عمر، عدن أو صنعاء. تمام تمام أختم راشد، ترى ما وصلتني أي شيء، يعني هو صار عدة هسه أكثر من حوالة، أنا ما استلمت أي شيء، لا الحوالة الأولى ولا الثانية ولا الحوالة اليورو، اثنينات ما استلمت فيه. اليمن أو صنعاء حبيبي، يرجى التواصل. حسن عثمان حبيبي، يمك الفيسبوك ويمك الموظفين، أنت تواصل وياهم. الله يبارك بيكم، الكارتون يحتوي على 600 قطعة، سعر الكارتون 150 دولار فقط. عندي فقط شحن إلى أستاذ عمر، إلى عدن أو صنعاء، ما عندي غير مكان، فأنت تختار عدن أو صنعاء حتى أعطيك الأسعار، لأن الأسعار عندنا مو ثابتة. اختار عدن أو صنعاء حتى أعطيك الأسعار. حسن عثمان، ما عندي بضاعة حسب الطلب، فقط البضاعة اللي أشتغل بها أنا أشوفوها، ما عندي يعني بضاعة حسب الطلب. شحن إلى فلسطين، نعم موجود شحن إلى فلسطين، فلسطين فلسطين، عندنا شحن إلى غزة فقط. عدن أستاذ عمر، شحن إلى عدن، تمام هسا نعطيك الشحن إلى عدن، إيش قد يصير شحن إلى عدن؟ 0.14 عدن 250، 0.14 في 250. شحن إلى عدن الكارتون شحنه 35 دولار، واصل إلى عدن صافي شحن الكارتون 35 دولار، كارتون بدون شحن سعره 150 دولار. أكو بعد دولة؟ أكو بعد دولة عندكم سؤال أجاوبكم عليه؟ أقل كمية تأخذ واحد كارتون، الكارتون ب 600 قطعة، عندي 20 كارتون وعندي هاي الكارتونين المفتوحة، اللي ياخذ الكمية كلها 20 كارتون أعطيه هاي الكارتونين مجانا. محمد حبيبي، ما عندي شحن إلى سوريا بالمتر المكعب، فقط شحن من بضاعتنا، فإذا تريد شحن من بضاعتنا ممكن أحسب لك أسعار شحن أي بضاعة تريد، إذا مو من بضاعتنا ما نشحن، هذا نسائي. فور لبنان، اكو بضاعة من هاي الماركة. انا هسه البث مالتي على النظارات، اما المستودع متروس احذية، متروس هاي الطابقين عندي متروس احذية، فاخلص من النظارات ممكن اشوفكم الاحذية. عندي ماركات، عندي حسب الدولة مالتك، انت من اي دولة؟ اذا العراق، سوريا، لبنان، الامارات، بعد عندي ليبيا، هذه ممكن ندخل لها الكوبي. السعوديه ما ممكن نشحن لها كوبي الا شحن جوي وشحن غالي جدا، يعني الزوج الواحد الاحذيه يكلفك اكثر من 10 دولارات. عندك الاردن ما ممكن يدخل لها الكوبي. غزه نعم موجود شحن الى غزه. نظارات، النظارات شحن الى غزه 319 0.14 شحن الكارتون إلى غزة 45 دولار، هاي النظارات شحن إلى غزة 45 دولار. هذا مشروع ترى جدا مربح، يعني نظارة عليك ب 25 سنت
حتى لو بعد وراك شحن وجمار وكذا تبقى عليك رخيصة لأن هي رخيصة. الأحذية بعدين، بعدين الأحذية، حاليا على النظارات، أخلص من النظارات أشوفكم الأحذية. كم تكلفة الشحن إلى ليبيا؟ شحن إلى ليبيا، شحن إلى ليبيا إلى طرابلس، مكتبنا بطرابلس. ليبيا 205 طرابلس 0. شحن الكرتون إلى ليبيا 28 دولار و70 سنت، واصل إلى مكتبنا شحن فقط 28 دولار و70 سنت، واصل إلى مكتبنا في طرابلس. مدير مكتبنا الأستاذ ناصر، ناصر الصيد. خلال كم يوم توصل إلى عدن؟ كل الدول الشحن 45 يوم إلى 60 يوم في حال الظروف الطبيعية، بعض الأوقات تتأخر أكثر من هذه. شوف أنا من بداية التصوير لحد الآن أفتح موديلات وشفتوا موديلات كثيرة جدا. لبنان، لبنان، نعم لبنان، بيروت، لبنان، بيروت، لبنان، لبنان. لبنان، بيروت، 0.14 275. شحن الكرتون النظارات اللي يحتوي 600 قطعة إلى لبنان بيروت 38 دولار ونص، 38 دولار ونص. بالنسبة للعراق شحن الكرتون إلى العراق 16 دولار و80 سنت. شحن الكرتون اللي يحتوي جميع محافظات العراق، جميع محافظات العراق، الكرتون بي 600 قطعة. ألمانيا لا، ما ممكن تدخل هاي النظارات على ألمانيا، ألمانيا ما ممكن. الزوج ب 25 سنت بدون شحن. شروة مختلطة، جودة متوسطة لكن موديلات جميلة جدا. الله يبارك فيك استاذ احمد، تسلم لي يا طيب، ما شاء الله تبارك الله. عندي 20 كرتون، العرض عندي، اللي ياخذ 20 كرتون انطيه هاي الكرتون، كرتونين المفتوحة، يعني ياخذ 1200 نظارة مجانا. هذه ممكن انت تبيعها مفرد وايضا ممكن تبيعها جملة. لين تتحمل سعرها رخيص، ممكن تبيعها جملة، ممكن تبيعها مفرد. شوف هذا الموديل النسائي، باعوا هذا الموديل النسائي. شوف هذا الموديل النسائي. هلا علوش حبيبي، الله يسلمك ويبارك فيك. ليش علوش فيه منور؟ حبيب قلبي الله يبارك فيك. علشان الكفوف الى المانيا، نعم الكفوف ممكن تدخل الى المانيا. تواصل مع الموظفين، مو انا اللي ارد، قصدك كلمت الموظفين، نعم الموظفين شويه يتاخرون بالرد. انتهينا من شروه النظارات. من سالني على الاحذيه؟ اشوفكم الاحذيه. قبل لا اوقف البث، من سالني على الاحذيه؟ شو تريد احذيه؟ احذيه رخيصه، احذيه جوده عاليه، شو تردون احذيه؟ منو يريد احذيه؟ هاي النظارات. الشحن بالنسبه للدول حاليا انا راح اشوف على الاحذيه، فاللي يريد يحجز نظارات يحجز من الموظفين. هاي النظارات ب 25 سنت، واللي يريد نظارات جوده عاليه هذه القطعه ب 1 دولار، الواحده ب 1 دولار، العلبه بيها 25 قطعه. خلصنا من النظارات. منو سالني على الاحذيه؟ احذيه رخيصه تنزيلات، احذيه جوده متوسطه بدولار ونص. هذا الزوج بدولار ونص. هذا ارخص حذاء، ما عندي ارخص من عنده. احذيه نسائيه عندي عرض بدولارين و75 سنت، خمس كراتين بيع كل الكميه. هذه احذيه نسائيه. شنو الاحذيه تردوها؟ وعليكم السلام ورحمه الله، شنو الاحذيه تردوها؟ علوش الله يبارك بيك يا طيب، رحم الله والديك.
أحذية جلود الماركة القديمة. أحذية جلود الماركة القديمة $6.50. هذه الزوج الواحد $6.50. خلنا نجيب الإضاءة. هذا جودة عالية، ماركة صينية جودة عالية، الزود $6.50. الكرتون يحتوي على 10 أزواج. الزود $6.50، هذه جودة عالية. لحظة افتح لكم الإضاءة حتى تبين الأحذية. هذه جودة عالية، ماركة صينية ممتازة، الزوج $6.50. أحذية جلود، هذه ممكن تختار القياسات لكن ما ممكن تختار الموديلات. كارتون يحتوي على 10 زوج، الزود $6.50. أحذية رياضية موجود عندي، أحذية رياضية باقي عندي كمية قليلة جدا. أطفال، أطفال عندي فقط 3 شروات فقط، عندي عندي بس جودة عالية الأطفال. عدي هذا على $5 الزوج، وعدي ذاك أيضا على $5، باقي 1 كرتون فقط. وعندي اللي نزلت لكم إياه البارح، طبعا هذا كله جودة عالية بالنسبة للأطفال، هذا على $5. وعندي اللي نزلت لكم إياه البارح المخزن ذاك الثاني، الزوج $2.75، بيع كل الكمية. موديلات كثير، ما ممكن افتح لك اكثر من هاي الموديلات لان هواي بضاعه، كلش هواي، كميه جدا كبيره. هذا كله موديلات، هذا الزود $6.50، جوده عاليه، هذا كله جوده عاليه، هذه ماركه صينيه. هاي باقي عندي بس 5000 زوج، 5000 زوج فقط وتخلص هاي البضاعه. حاليا خلص من عندي قياس 45. لا لا، مو ستاندر، مو ستاندر، بضاعه مختلطه. هاي عندي هنا مجموعة، وعندي هنا مجموعة، وهنا مجموعة، وديكه مجموعة، وبالطابق الثاني أيضا عندي. الأطفال أي نوع تقصد؟ هذا عندي باقي بس 1 كرتون، هذا عندي 2 كرتون، هذا فقط 1 كرتون، هذاك فقط 1 كرتون، اللي شفتوه كله $5، كله $5، هذا جودة عالية كله $5. اللي يريد ارخص، عدي البارحه نزلت لكم شروه $2.75 اللي هي 3000 زوج، اقل كميه تاخذ 1000 زوج، اما هذا كله $5. احذيه نمره كبيره جوده عاليه، احذيه جوده عاليه بالمخزن ذاك الثاني، ما عندي بهذا المخزن. مكنسه كهربائيه لا يوجد. قياسات ستاندر شنو؟ اي بضاعه، اي بضاعة تريد تسأل عليها؟ هسه حاليا على الأحذية، انتقلنا للأحذية. نسائي رجالي، ايش تردون أحذية موجود، هاي المخازن مالتي متروسة كلها أحذية، هذا للأخير متروس أحذية، وهنا أنا متروس، طابق الثاني أيضا متروس. ايش تردون أحذية جودة عالية؟ هذا جودة عالية، الزوج $4. هنا عندي تنزيلات ساعات، ساعة بـ1 دولار، نسائي رجالي.